بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. وهكذا. وهكذا بدأ اللابتوب في العمل في منزلنا السعيد الهادئ الهانئ السعيد الفظيع. أشكركم، لا داعي للتصفيق يا جماعة، لا داعي للتصفيق. أهم حاجة برضو أنا مش هقدر أنسى مجهودكم ومساهمتكم في أن أنتوا تخلوني أجيب لكم اللابتوب ده صراحة يعني. وإيه نسيت يا حبيبي؟ إحنا هنفكرك إن إحنا دافعين في دم قلبنا. ومش معنى إن أنت اشتريت الجهاز ده يديك الحق المطلق في الاستحواذ عليه، ها؟ إيه يا إخوانا، أنا فاكر يا جماعة، بس ما تنسوش أنتوا كمان إن أنتوا لسه مسقفين لي ومصغرتين لي ومصفرين لي وعاملين لي كل حاجة حلوة يعني. يا حبيبي ما تزعلش، ده أنت الخير والبركة، كفاية إنك أنت جبت لنا اللاب هوب. هوب؟ جايب لكم تمارين الصباح ولا إيه يا ماما؟ يا عادل أنا عندي مقترح، وأرجو يعني إن أنت تاخده بصدر رحباني. رحباني ده ايه؟ على اساس هتقول اقتراح في لبنان ولا ايه؟ بصدر عموما انا يعني كان صدري تعبان شويه يعني، بس مش اشكال. اسمعك، اتفضلي يا حماتي. يعني مش من الاتيكيت ان اللابتوب ده يفضل هنا في الصاله قدام اللي داخل واللي خارج، الضيوف يعني، فعلشان كده يا ريت ان اخده انا ويفضل في اوضتي، ويا ريت تاخد ده بصدر رحباني بقى. اتيكيت يا مو اتيكيت؟ تعرفي ايه انت عن الاتيكيت؟ بتاع ايه اللي يبقى في اوضتك؟ طبعا ده هيبقى في اوضتي انا. ايه ده؟ شات اب يو ستوبيد. بس وبعدين سكو جايب لغاية البازار، يا فرحة زفت الطين رمزي فيا. على فكرة بقى يا جماعة، مامي بتتكلم صح، لان انا اكتر واحدة فيكم محتاجة الجهاز ده بحكم دراستي. بس انتي وهي، ايه العك اللي بتعكوه ده؟ اصلا اللابتوب ده هيفضل في اوضتي انا وعادل عشان بيبي عنده شغل. شغل ايه يا امو شغل؟ انت رخرة. عادل مين؟ تفكر اللي قاعد جنبك ده ايه؟ رجل اعمال. عيب يا سناء، ما تقوليش على اخوكي كده، اخوكي مش بتاع اعمال. عاجبك كده؟ قالت لك اعمال، افتكرت ان انا دجال. بص بقى يا عادل، لو سمحت من الاخر كده، لازم تلاقي لنا حل منطقي لوجود الجهاز ده في البيت. ها خلاص يا جماعه، الحل عندي الحمد لله، وان شاء الله الحل هيعجبكم، او اكيد يعني باذن الله هيعجبكم. الحل عباره عن ان الجهاز ده مش بتاعي ولا بتاع رانيا ولا بتاع اي حد فيه، كل واحد، ولكن الجهاز ده بتاعنا كلنا يا اخوانا. أيوة. كل واحده فيكم ليها ساعتين على الجهاز، تاخد بقى الجهاز معاها في اوضتها، في الصاله، في المطبخ، تحت السلم، هي حره. المهم بعد ما تخلص شغلها لمده ساعتين في اليوم هترجعه تاني مكانه. ايه رايكم؟ موقع يجنن. مفيش دم، مفيش احساس، كل حاجة انعدمت من عندك من جوه، وقت خلص بقاله ربع ساعة ومع كده متبتة في اللابتوب. طب معلش يا سناء، ممكن بس تديني ربع ساعة كمان لحد ما ابعت بياناتي؟ ولا ربع دقيقة. وبعدين بيانات ايه اللي انت تبعتيها يا موكوسة؟ روحي خلصي دراستك الأول يا فاشلة، وبعدين دوري على وظيفة. وظيفة ايه اللي بتتكلمي عنها؟ مين ضحك عليكي وقالك ان انا ببعت بياناتي عشان الوظيفة؟ انا ببعت بياناتي يا حبيبتي لموقع جواز، موقع اسمه عش الزوجية. عش الزوجية؟ عش الزوجية؟ طب فاهميني بسرعة 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 بسرعة. ايه ده؟ يعني انا ببعت مواصفاتي وبياناتي ومواصفات فارس احلامي، يروح الموقع يرد عليا ويجيب لي العريس المناسب ليا. انت شايفه يعني ان الطريقه دي اسلم طريقه لجر رجل العرسان؟ طبعا دي احدث طريقه عصريه للجواز، ونتائجها مضمونه 100%. تحبي بقى ابعت لك بياناتك؟ طبعا ابعتي. لو هي يعني طريقه عصريه وحديثه ومحترمه طبعا ابعتي بياناتي. ولعلمك انا لو قلت يا جواز، السما دي هتمطر كده عرسان، بس فين النفس؟ بس انا بقى يا سوسو ليا شرط صغنن قد كده اهو، هتسيبيلي الساعتين بتوعك اللي كنت هتقعدي على الجهاز بس كده؟ لعلمك انا ماليش في اللابتوب ولا بفهم فيه ولا لازمني اساسا، خدي بس يلا ابعتي بياناتي. ابعتي بياناتي. حاضر حاضر، بس فنيني بياناتك بقى يا عروسه. هادئة، رقيقة، رومانسية، جميلة. ايه؟ اكتبي يا نوجة، اكتبي وانت ساكتة، دي لحظة صدق مع النفس ما بتجيش كتير. ممشوقة القوام، عصافير الطباع، ترغب في الزواج من رجل يقدس الحياة الزوجية. ليكي طلبات تانية في مواصفات فارس أحلامك يا هادئة الطباع؟ لا كده كفاية، عشان ما نتقلش على الناس ونصعبها عليهم.
كده رضا يا نجلاء. اتفضلي يا ست نجلاء، الشاي لزوم التركيز، معلقه واحده سكر بالنعناع على ميه بارده. اتفضلي. ميرسي حبيبي. شعرك كده يجنن يا حبيبتي. ها لسه ما ردوش؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، دي كلها مساله وقت، الصبر حلو. اللي صبرنا سنين يصبرنا ساعات ودقايق، الصبر ما يضرش برضو يا نوجه. ايه ده، انا بحلم ولا ايه؟ سناء اختي بتعمل شاي لنجلاء وبتقول لها يا نوجه. صباح الخير. ايه ده، ايه اللي بيحصل ده سناء؟ ايه اللي لم الشامي على الكايزر؟ لا شامي ولا كايزر. بقول لك ايه، انا ونوجه طول عمرنا اصحاب وحبايب، صح؟ طبعا. ايوه انا مش فاهم يعني، والله لو اعرف ان اللابتوب ده يعني هيعمل كده ويخلي البيت في سعاده ووئام كنت جبته من زمان. الرد وصل يا سناء، افرحي يا عروسه. الرد وصل، الرد وصل، الرد وصل، الرد وصل، الرد وصل. عارفه من زمان ان انا مواصفاتي لا تقاوم. مواصفات ايه ولا تقاوم وردي؟ انا مش فاهم حاجه، في ايه؟ انتوا هنمهنجين على الصبح ولا ايه؟ افهمك، انا بعت بيانات سناء على موقع جواز، راح الموقع بعت لنا العريس المناسب لسناء. ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه؟ عريس من على الانترنت انتوا بتستهبلوا؟ ده مش كلامنا يا عادل، ده كلام موقع عش الزوجيه. موقع عش الزوجيه؟ ده ايه الموقع العجيب ده؟ ده شغال بمبدا يعني يا بخت من وفق ايميلين في الحلال. برافو عليك، انت كده فهمت. فهمت ايه؟ انتوا اللي مش فاهمين، مش معنى ان انا جبت لكم لابتوب ان انتوا تستعملوه الاستعمال الاهبل ده، مش اي مواقع تخش عليها وخلاص. احترموا نفسيكم واحترموا البيت اللي انتوا عايشين فيه. معلش معلش نجلاء، سيبك منه، سيبك، ده اخويا من زمان قوي، انا واخده عليه، بعرف اقنعه ازاي لما يزعل وبعرف برضه ازعله ازاي. ركزي بقى كده معايا. ها التطورات ايه دلوقتي؟ الموقع بعت لنا كل بياناته وبعت لنا رقم تليفونه. والمفروض ان احنا نكلمه في اقرب وقت عشان نحدد ميعاد الزياره. طبعا في اقرب وقت، او انا مش مستعجله يعني يا نجلاء، هو براحته يعني. مش مستعجله زي ما ان احنا توقان، بس نجلاء لو سمحتي، خير البر عاجله يا نجلاء، حاولي تستعجلي. يخرب بيتك اللي انت بتهببه ده على الصبح، يا ناقصك انت كمان. يا دولا، ده ورق البرد يا عم، لقيته كده ومكرمش، فقلت بقى اكوي بالمكوى بقى، مش فكره بردك يا دولا؟ فكره فكره، ولا شيل مكوى، يلا شيل مكوى، ما انت كده هتحرق الورق يا غبي، يا غبي كده هتحرقه. اه يا دولا فعلا، انا في 10 ورقات قبل كده واتحرقوا مني، بس انا قلت ايه، اكيد العيب مش في الورق، العيب في المكوى، عشان كده يا دولا عملتها على الصفر وبقالي ساعه. شيل مكوى، شيل مكوى، ده انت اللي هتخليني ابتدي من الصفر تاني، منك لله. ومغرق المكتب ومغرق، اعمل لك ايه؟ اعمل ولا العشر ورقات اللي انت حرقتهم دول عليك يعني، دول هيتخصموا منك، زائد هيتخصم منك اسبوعين كمان.